شكرا شجاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. أسعد الله مساكم مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان، نرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب في انطلاقات هذا المساء ومنافسات سن اللقاية ضمن هذا السباق المحلي الخامس وتسعيرة هجن الشحانية الثالثة هنا على أرضية ميدان الشحانية. على بركة الله أعلنت انطلاقة رابع الأشواط، شوط رئيسي للقعدان الإنتاج. نتابع هذه الأسماء المتواجدة والمنطلقة هنا على أرضية الميدان. أبدأ بالبداية وتابع الذيب هنا على الصدارة بشعار سلطان بن محمد بن مسهر بن غانم بالقوبع المنصوري من يتقدم على البداية والصدارة، بينما أتابع القادم وصل درب مع ثاني المراكز لفهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة يتقدم مع هذه اللحظات. من الجانب الآخر أتابع الاسم القادم، يصل شاهين عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي يتقدم مع ثالث المراكز، بينما أتابع الوصول من لهب من يصل مع رابع المراكز بشعار حمد بن علي بن محمد الغفران المري القادم مع رابع المراكز. خامس الاسماء وتابع القادم عشيرق لبشعار محمد بن وليد بن ابراهيم السيد. هذه الاسماء الخمس الاولى مشاهدين الكرام المنطلقة في هذا الشوط. الله، شوط خاص بالانتاج، شوط رئيسي يحمل لنا نخبة القعدان الانتاج. نعود هناك مع الصدارة وتابع الذيب، الذيب هناك بشعار بالقوبع على مقدمة الشوط سلطان بن محمد بن غانم بالقوبع المنصوري هنا مع البداية والصدارة، يقدم لنا الذيب على أول المراكز. ولكن شعار أريد القادم في هذه اللحظات عشيرك قادم محمد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. هنا حمد بن صالح بالجرحب في التضمير في المتابعة يتابع في هذه اللحظات. هنا من ينطلق مع ثاني المراكز، بينما أتابع القادم درب بن ذروة القادم مع ثالث المراكز. فهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة يتقدم مع ثالث المراكز، ولكن لهب القادم مع رابع التحديات حمد بن علي بن محمد الغفران المري. من الجانب الاخر هناك تواجد من شعار الحميدي، يتقدم شاهين عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي الحاضر هناك مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط. ولكن العودة هناك مع هناك الذيب، الذيب يا بالقوبع مع الصدارة مع الانطلاق الأول سلطان بن محمد بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري الحاضر المتواجد مع البداية والصدارة، ينطلق بشعاره يتقدم مع الذيب. ولكن الخطر القادم عشيرق القادم في هذه اللحظات محمد بن وليد بن محمد بن ابراهيم السيد يتقدم في هذه اللحظات، يقدم لنا هذا الانطلاق مع هذه الثنائية، ثنائية البداية والتحدي هناك على الصدارة. الله الله، ولكن اتابع الاسم القادم، وصول في هذه اللحظات، وصل موادع القادم في هذه اللحظات. من ينضم في هذا النداء الاول بشعار احمد بن سلطان بن خليفه بن رشيد السويدي القادم، القادم معها ثالث المراكز. رابع الاسماء لهب حمد بن علي بن محمد الغفران المري، ولكن شوف القادم وصل العابر سيف بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يتقدم مع هذه اللحظات. والقادم نايف عبد الله بن محمد بن عتيق بن جمعه المهيري. الله الله الله، يا الاسماء الله
والله التحديات القادمة. ولكن بن قوبح هناك مع الصدارة يقدم لنا الذيب منذ البداية وهو يقود هذه الأسماء، ينطلق على الصدارة. الذيب 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 1200 ما تبقى عن النهاية. الله يا بن قوبح، الله يا بن قوبح، ركز وتابع هذا التقدم مع الذيب سلطان بن محمد بن مسفر بن غانم بن قوبع المنصوري هنا مع البداية والصدارة يقدم لنا الذيب، بينما أتابع ثاني المراكز. هناك أيضا القادم، مشاهدينا الكرام عشيرق محمد بن وليد بن إبراهيم السيد، ولكن التغيير وصل موادع، القادم بكل خطر، القادم في هذه اللحظات أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي يقدم لنا موادع مع ثاني المراكز. الله يا بالقوبع، الله يا بالقوبع، أعلن المغادرة، أعلن الانطلاق هناك مع الذيب. الذيب على الصدارة، سلطان بن محمد بن مسفر بن غانم بن قوبع المنصوري. الله على هذا الأداء والانطلاق الممتاز هنا مع الذيب، مع شوط الانتاج يغادر بن قوبع، يغادر الناموس مع شعار بن قوبع، مع الذيب، سلطان بن محمد بن مسفر بن غانم بن قوبع المنصوري. سلام على هذا الأداء، سلام على هذا الانطلاق. قام الشوط راس وانهى هذا الشوط راس. سلام يا بالقوبع، سلام، واسعد الله مساك على هذا الناموس، على هذا الانتصار هنا مع الذيب، سلطان بن محمد بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري هنا مع الانتصار. سلام الذيب، سلام، بالقوبع، سلام على هذا الاداء والانتصار. تهانينا والناموس لسلطان بن محمد بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل موادع احمد والسطابة خليفة بن رشيد السويدي، ثالث المراكز كان الوصول من لهب حمد بن علي بن محمد الغفران المري، رابع المراكز وصل العابر سيف بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، وخامس المراكز وصل أدهم فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، تابعنا شعار بالقوبع، من استطاع أن ينتزع ناموس هذا الشوط، شوط الانتاج الخاص بالقعدان، ذهب مع الذيب. نشاهد من خلال الإعادة مشاهدينا الكرام وتوقيت الذيب ولحظات الوصول إلى خط النهاية. هنا الذيب مشاهدينا الكرام بشعار بالقوبع الحاضر في هذا المساء والمنتصر في هذا الشوط. 7 دقائق 38 ثانية، 8 من الأجزاء من الثاني. تهانينا والناموس سلطان بن محمد بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز كان الوصول من موادع، توقيت الزمني 7 دقائق 42 ثانية، 50 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لأحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، بينما وصل في ثالث المراكز وصل لهب بشعار حمد بن علي بن محمد الغفران المري، توقيت الزمني 7 دقائق 46 ثانية، 88 جزء من الثانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام لرابع الأشواط.